الغزال اللي حصل فيه شغل كبير للأمانة، والله يرزق ملاك ويجمل حاله، لدرجة أني أنا من الشغل اللي شفته ومن الإبداع ده ومن الشارت هذا رفعت يدي عنه وقلت لهم خلاص القناعة طيبة، أنا ما عندي تعليق عليه أبدا. الأفضل هو البحث عن فرص تستحق الاهتمام والمتابعة. تعالوا شوفوا يا أخوان هذا المدعو حلواني أخوان. حلواني أخواني يا أخوان، حلوة دي حلواني أخواني يا أخوان. لو كنا ساحبين الفيبو من الهاي 77-30 في 2014، والقاع الرئيسي حقه في كورونا تخيلوا 23-72، إيش سوى حلواني؟ ماذا فعل حلواني؟ ولو جينا برضو سوينا لنا قناة كبيرة، يعني ما عندنا قناة نبغى نرسم قناة، ولقينا إنه قناتنا في 2008، يعني سبق إنه كان عنده مسار صاعد حلواني بهذا الشكل. شايفين هذا المسار؟ شايفين الموجة دي انطلقت من 2008 إلى أن وصلتنا قمة 2014، أين انتهت هذه الموجة؟ الترند ما يفرند، كسر الترند هنا في هذا المحور، هنا حصل كسر الترند وسقط حلواني في موجة هابطة وقمم وقيعان هابط. طيب حلواني أخوان متى بدأ يتحرك بعد أزمة كورونا؟ جاء لما اخترق المسار الهابط. والقاعدة إيش تقول الكلاسيكي؟ الموجات الهابطة تنتهي باختراق المسار الهابط، والموجة الصاعدة تنتهي بإيش؟ بكسر المسار الصاعد. فشوفوا حلواني، تخيلوا إنه أعطى خروج هنا في أوائل 2016 أو أواخر 2015، وشوفوا كيف نزل، جاء بعدين يطلع، جاء هنا اخترق، هنا انتهى التصحيح قريب 37، ولع السهم، تجاوز المتوسط 50، تجاوز 100، تجاوز النسبة الذهبية، تجاوز 78، أديله منقى، اخترق القمة حقت 2014، الله أكبر، 127 فيبو، 161 فيبو، الله سقف القناة، لدرجة إنه في جلسة من الجلسات إني أنا قعدت أطل فيها أقول لعنة وشيطانك، إيش تبغي؟ إيش الخبال ده؟ لا يكون حلواني إخوان عنده كنز، لقوله كم بير بترول تحت صناديق الجبن والزيتون والحلاوة الطحينية حقته، شيء مو طبيعي يا جماعة. لكن لاحظوا فين وقف، ولم يغلق شهريا، لما وصل تجاوز 110-161 فيبو، تجاوز السقف هنا كان قريب 114 ريال، رجع وقفل هنا، وكانت الشمعة دي كأنها بتقول إنه بدأت الاستراحة. استراحة ما نبغى نقول نلغي، لكن القناعة يا جماعة مطلوبة في أسهم زي كده، خلاص يا أخي في فرص كثيرة في السوق، ما في البلد إلا هذا الولد. لكن تعالوا خلونا نحلله ونشوف هدول العالم اللي جالسين في حلوان متى نحذر منهم. لو جاء واحد مطفي النور الأيام دي وجاء سمع له واحد محلل مضاربي يقول له حلواني لا يفوتك حلواني، طيب الآن حلواني قيمته 102 زي ما أنتم لاحظين، هذه الشمعة اللي سجل فيها الأعلى التاريخي الآن 123.85، وهذا الأدنى، وهذه كانت في شهر كم؟ كانت في شهر 2. في شهر 3 حلواني حاول يرجع ولكنه حافظ على إيش؟ حافظ على 127 فيه، وسجل الأدنى هنا 93، وكانت تقريباً 91-80-92 أهم دعم. هذا لو انكسر معناه كان السقوط مدوي، لأنه على طول حيدور 77 القمة المخترقة، وحنعكس الفيبو وقتها ونقول نسبة التصحيح كم صح، هل هو نزل 38، هل هو ناوي ينزل أكثر. السهم شوفت عينكم يعني، ونحن راسمين الآن ترند فرعي يخرب مطنه، يعتبر هذا الترند الصاعد حقه، شايفين؟ يعني لو نجي نرسم مسار من قاع كورونا
إلى الآن لاحظوا فين واقف، يعني على الأطراف الآن. يعني الآن خلونا نتكلم على الشهر، ما هو الدعم الشهري؟ لو انكسر في حلواني أصحت وطوط وانتبه على روحك. ما نقدر نقول والله إذا كسر 97 عادي، 97 ارتد منها. ما نقدر نقول إذا كسر 95 95 عادي، ممكن يرجع ما زال في المسار. ما يصير يكسر القاعدة حق شهر 3 ومنطقة 127 فيه. وهذا يا أخوانا أهم دعم شهري في حلوان، 92 ريال يا أخوان، 92 كسرها على الشهر، شوف بيننا وبينها 10 ريال. هذه تعتبر أهم دعم على الإطلاق. هذا لو انكسرت وتأكد بالإغلاق، فأنتم حتى لما تنظر للمسار الصاعد الفرعي داخل القناة الكبرى فهذه محاولة كسر، فانتبهوا لا يتكرر ما تكرر هنا. هنا كسروا وطاحوا انزلقوا حاولوا يرجعوا يختبروا، ها 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 ضحك عليهم رجع كمل سقوطه وسقط وصار يلعب على مبدأ القمم والقيحان أنها. فهذه المنطقة هي المهمة في المناطق دي اللي ممكن تعطل الموجة أو متعطلها، يعني ممكن تنهيها. طيب تحرك حلوان اليومين دي، ما هي أهم المقاومات؟ هي قدام عينكم واضحة 110، وإذا اخترق 110 ممكن سقف القناة صار قريب 118-120. ودائما هذه المستويات خط القناة مع منطقة 161 فيبو، يعني ما بين 110 إلى 120. انتبهوا يا أخوان دائما هذه منطقة، يعني منطقة أرباح، يعني أعطاك فرصة المضارب بلاش طمع. أنت ما عندك إغلاقات شهرية ودائما حاول تفرنك، يعني هذه منطقة بيع، بيع أشرد. لا تقول والله عنده مدري إيش وعنده مدري إيش وعنده نموذج وعنده بطيخ، نماذج في القمم دي لا تمشوا عليها على الفريمات الصغيرة. عرفنا يا شباب الأهداف، هذا كتحليل شهري وليس يومي وأسبوعي، وإنما بعطيكم زي ما حللنا بقية الشركات. نبغى نحاول نحمي أنفسنا من السوق ومن شركات السوق عشان لا تجرنا وتعلقنا في مناطق ونقعد فاتحين فمنا ولا سمح الله ينكتب علينا يعني كوارث في المحافظ زي ما حصل في الفترات السابقة اللي العالم فيها كانت تشتري في مناطق تضخم وما كانوا يدروا وفاجأهم السوق بانعكاسات وبعدين لقوا نفسهم متعلقين بأسعار عالية. نروح من بعد حلواني لسهم.